السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة محمد والد الفوزان الذي توفي اليوم في السعودية رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناتك. توفي محمد والد الفوزان في السعودية مساء اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس 2021 5 من محرم 1443 هجريا، والذي كان لا يزال في عقد الشباب من العمر وسط حزن آلاف متابعيه على شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة. ومحمد وليد الفوزان هو ناشط سعودي الجنسية، كان يعمل كمهندس كمبيوتر قبل العلامات التجارية وأسواقها رقميا في بلور، وهو من الشخصيات الذين كانوا يمتلكون موهبة الإلقاء الشعري والكلمات الرومانسية والحزينة. أيضا توفي محمد الفوزان عن عمر الشباب استعرضه لحادث سير خلال قيادته سيارته، وذلك حسب ما أفاد به أحد المدنيون على المدونون على قناة يوتيوب. ولد محمد الفوزان في 12 من شهر يوليو، وهو من مواليد مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وكان من الشخصيات المؤثرة على منصة تويتر، ودوما ما كان يشارك في الهاشتاجات المتصدرة للتعبير عن آرائه المختلفة في شتى مجالات الحياة. انضم إلى منصة تويتر في عام 2010 وتحديدا في شهر مايو، ونجح في تدشين شعبية طيبة كبيرة على موقع التدوينات المصغرة تويتر، حيث تخطى عدد متابعيه مؤخرا إلى 14,000 متابع من شتى محافظات المملكة العربية السعودية. يذكر أن مغردون ونشطاء دشنوا خلال 24 ساعة الأخيرة هاشتاج يحمل عنوان محمد الفوزان في ذمة الله، وحرص آلاف الأشخاص على نعي الراحل بكلمات مؤثرة. ومن الممكن لكم الدخول على حساب الناشط السعودي محمد الفوزان على تويتر من خلال الرابط الذي نضع لكم في الوصف هنا، ونشر صالح السعيد على حسابه الشخصي معلقا: اللهم ارحم الصديق محمد وليد الفوزان واربط على قلب أهله ومحبيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. وتابع: تبقى مشاريع العمر الخالدة بعد الوداع الأخير هي الولد الصالح والعلم الذي يدفع به والصدقة الجارية. وعلق الديني قائلا: انتقل رحمة الله تعالى أخي وصديقي الشاب محمد وليد الفوزان إسر حادث السير، تقبل الله من الشهداء وعوضه بشبابه الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.